انتهى الفنان زين العمر من تصوير كليبه الجديد يلي رح يترافق مع اطلاق اغنيته الجديده يلي وضع لمساته الاخيره عليها. وباطار التشويق للعمل المنتظر، نشر زين العمر صورتين له على مواقع التواصل الاجتماعي بالاسود والابيض، داعيا جمهوره الى ترقب جديد المنتظر. رح تفتتح النجمة كريستينا حداد حفل النجم الفرنسي الكبير برنار سوفا يلي رح يقام ضمن مبات يعرف بنوي نوستالجي أو ليالي الحنين، والذي يصادف في عيد العشاق، وتحديدا بتسعة شباط القادم بصالة السفرة بكازينو لبنان. إلى ذلك ستؤدي كريستينا مع سوفا أحدى أشهر أغنياته العاطفية.